رغم انه يعني هناك شيء مشهور عن حضرتك كناقدة سينمائية بيقولوا انك ناقدة لا تكذبين ولا تتجملين. ده حقيقي. انا لا اكذب مع نفسي ولا اتجمل نفسي. انا بشوف الفيلم بنقل احساسي بيه، بنقل الانطباع الاولاني اللي بيطلعه جوايا، بشوف مدى ارتباطه بالواقع اللي خارج منه، اذا كان مزيف او غير مزيف، صادق. المصداقية على فكرة من أهم العناصر اللي بتلفت نظري. أيوة. العمل في التجربة الفنية ما لم تكن تجربة صادقة. يعني إيه؟ يعني إيه مصداقية في الفن؟ والفن أساساً قايم على يعني فكرة الخيال. ببساطة جداً أصدقك. أنت مقدماني مجموعة نماذج من خلال الفيلم ده، ومقدمالي علاقة اشتباك بين النماذج الإنسانية الشخصية دي. أيوة. وبين الواقع، والاشتباك ده بيولد نتائج ويوصلني لطرق ومسالك. هل ده حقيقي؟ هل ده الواقع؟ هل الشخصية دي لحم ودم أنا أعرفها؟ يعني هل أنا مرتبطة بالمجتمع، بالمحيط ده، بالأمبيانس اللي هو قدمه لي في الفيلم؟ لأن الفيلم عالم، المحيط الموجود بيئة طبعاً، البيئة اللي بيولدها. أنت عشان تخلقي بيئة في فيلم دي على فكرة صعبة جداً. يعني لما ترجعي مثلاً لصلاح أبو سيف هتشوفي قد إيه خلق بيئة. يعني أنا من كام يوم حصل إن أنا شفت القاهرة 30 وشفت أهل القمة في نفس الوقت ورا بعض، إحسان وسهام وسعاد حسني نفسها اللي قدمت. أيوة. الأدوار دي. أيوة. هل بيختلفوا؟ هتلاقي الهم الكبير اللي عاشته دي ودي، واللي عاشته الشخصية الحقيقية اللي هي سعاد حسني. أيوة. هتلاقيها تقريبا بنفس العذاب، وإزاي كانوا ضحايا كلهم لواقع، واقع سياسي اجتماعي، حلم ما تحققش ولا واحدة في يوم، إحباط نتيجة هذا الواقع. فانت وانت بتتفرج على الأفلام دي بتسرحي جدا وتندمجي وبتنسي. هنا في مصداقية أكيد. طبعا من نجيب محفوظ موجود. طيب يعني أنا برضو عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني قلتي أكتر من مرة فكرة الأفلام السينمائية التي أصبحت تعرض من خلال المنصات كناقدة سينمائية، وكانوا زمان دايما يقولوا أن الشاشة الكبيرة بتعطي فرصة للناقد أنه يتبين العناصر الفنية للفيلم السينمائي على هذه الشاشة الضخمة. هل يمكن أن تمارسي النقد من خلال شاشة صغيرة لفيلم سينمائي؟ يعني أنا من جيل اتعودت قوي على الشاشة الكبيرة، اتعودت قوي على حفلة الخروج، ازاي ان ده طقس احتفالي رائع وانت قاعده مع مجموعه ناس كتير في صاله كبيره ومظلمه. المساله تعود. الجيل الجديد مش حي ما هوش حاسس بالفرق قوي، مش هيحس اللي انا حسه خالص يعني. وارتباطه بالفيلم هو الحدوته، والحدوته ما بتاثرش فيها قوي الشاشه الكبيره او الصغيره، ولكن الجمال، الجماليات بقى بتفرق كتير قوي طبعا. بس ما تنسيش انك لو رحت في اي يعني مجمع تجاري هتلاقي شاشه كبيره تلفزيونيه برضه، وهتلاقي صوره رائعه جدا. تكنولوجي. أيوه. ما ننساش خالص تاثيره الرائع على السينما وعلى الصوره. أبرز جدا الجهد الرائع اللي بيبذله المخرج المبدع. حضرتك بتقولي من خلال الشاشه الكبيره. تمام. دلوقتي معظم الافلام بنشوفها عن طريق الشاشه الصغيره. ما انا عايزه اقول ان التكنولوجي عوض. التكنولوجي عوض جدا، واداني برضو صوره جميله وزاهيه ونقيه وكبيره لو انا عايزاها كبيره كبيره. لان دي مساله بقت متاحه. ايوه. ولسه هنشوف ولسه. صحيح.